الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نوادر الصحابة الكرام نعيش هذه اللحظات، عسى أن نتعلم منها شيئا من علو الهمة، شيئا من الصدق مع الله ومع رسوله ومع النفس، شيئا من تعلق القلب بالله، فإن من تعلق قلبه بالله كفاه. ودائما نقول حسبنا الله، كفايتنا الله ونعم الوكيل، يعني أننا نستعين بالله كما أننا نعبد الله، إياك نعبد وإياك نستعين. اليوم مع حارثة ابن سراقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمه تسمى بأم الربيع بنت البراء، أم حارثة، وكانت شديدة الحب له، وأم الربيع هي عمة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحارثة بن سراقة إذن يكون ابن عمة أنس، لكنه كان أسن من أنس، أكبر من أنس رضي الله تعالى عنه. كان بطلا مغوارا، وأول من ركب الفرس، ركب الفرس في بدر وشهد بدر ومات شهيدا في بدر، لأنه متدرب على الخيل تدربا جيدا، جعلوه على حماية الحوض. الحوض فيه ماء، بئر فيه ماء، وكانت المشورة أن يجعلوا البئر وراءهم حتى يحرموا المشركين من الوصول إلى الماء فتكون هناك أزمة. فكان حارثة بن سراق رضي الله تعالى عنه قد عين على حراسة هذا البئر، وكان يشرب من هذا البئر، فنظره شخص من بعيد فأصابه بسهم فدخل في نحره فمات شهيدا، وهو ثاني قتيل أو شهيد في بدر من المسلمين. الأول كان اسمه مهجع مولى عمر بن الخطاب، عبد لعمر بن الخطاب، هذا أول قتيل، وثاني قتيل حارثة بن سراقة رضي الله تعالى عنه. كانت أم الربيع أمه تقول يا رسول الله طمني أخبرني، حارثة في الجنة؟ فأتسلى عن حزني وفراقه، أو أنه في النار فأبكيه؟ ما هذا؟ أم الربيع لا تعرف أن الشهداء في الجنة إنهم كانوا لا يتألون على الله، وهم يريدون أن يقدموا لله أحسن ما عندهم، يحبون الله، لا يعبدون الله من أجل الثواب ومن أجل البعد عن العقاب خوفا ورهبا أو طمعا ورهبا، ولكنهم يعبدون الله لأنهم يحبونه، يريدون أن يرضى عنهم، أدخلهم الجنة أو أدخلهم النار، هذه قضية ثانية. أهو في الجنة فأتسلى أو هو في النار فأبكيه؟ ما تبقى من حياتي. فقال يا أم الربيع هي ليست بجنة بل جنان، هي جنة واحدة
دي جنات بعضها فوق بعض، جنة المأوى وجنة عدن وجنة كذا، وإن حارثة منها في الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى ده الجنة بتاع سيدنا رسول الله، يعني حارثة هيبقى من جيران سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأنه في مكان رفيع، فردوس، الفردوس الأعلى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل لنفسه الفردوس الأعلى، ونحن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وأدخله الفردوس. إيه اللي وعده ربنا؟ الفردوس الأعلى. حارثة لأنه كان صادقا مع نفسه يكون في الفردوس الأعلى. فتضحك أم الربيع بالرغم من حزنها على ابنها، لكنها لما عرفت مكانته في الجنة فرحت له، وهكذا شأن الأم. فضحكت وقالت بخن بخن يا حارثة، والله نلتها يا حارثة، نلت هذا الفضل الكبير. مرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ماشي في المدينة وجد حارس جاي كده، فقال له يا حارثة كيف أصبحت؟ فقال أصبحت مؤمنا حقا. فقال يا حارثة انظر ماذا ترى، إن لكل قول حقيقة، أنت وصلت إلى أن تكون مؤمنا حقا وأنت متأكد كده؟ فبما هذا؟ يعني ما حقيقة قولك؟ فقال يا رسول الله عزفت عن الدنيا، ما بقتش أحبها، وكأن الدنيا أصبحت في يدي لا في قلبي، عزفت عن الدنيا فأظمأت نهاري، صام بالنهار، وأقمت ليلي، وفي رواية أسهدت ليلي، يعني قام بالليل يصلي، خلاص قلبه تعلق بالله فمالوش دعوة بالدنيا، فراح صايم النهار وقيم الليل، حتى رأيت أهل الجنة في الجنة وأهل النار يتعاون في النار. سمع حديث أهل الجنة كانوا بيتكلموا من اليقين، وسمع البكا والعويل بتاع أهل النار. ورأيت عرش ربي بارزا. إذن عبادة متتالية مخلصة شفافة دائمة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ففي النهاية رأى العرش بارزا، ورأى الجنة وسمع أهلها، ورأى النار وسمع أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي انتشرت بعد ذلك، عرفت فالزم. وهذه الكلمة صارت كأنها مثل، إذا تحدثك أحدهم بحقيقة ما في موقف ما فتقول له أهو أنت عرفت الحقيقة، امسك بيها بقى واوعى تسيبها، يقول لك ده أنا ما كنتش فاهم، ده أنا كذا كذا، قمت تقول له عرفت فالزم، إلزم ما عرفته من الحق. عبد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على حارثة بعدما قال له عرفت فالزم، عبد
نور الله قلبه بالإيمان. إذن فهناك نور كان في قلب حارثة. ونحن نتمنى ونطمع ونرجو من الله سبحانه وتعالى هذا النور، هذا النور الذي يكشف لنا وتنكشف به الحقائق، هذا النور الذي يطمئن القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا النور الذي يزيل الغم والهم، هذا النور الذي يدفع القلب إلى التعلق بالنور جل جلاله، النور الأصلي أو النور الأعظم أو النور التام، وهو الله سبحانه وتعالى، فمن أسمائه النور. إذن هذا النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب هو النور الذي كان في قلب حارثة. دعاءنا، ندعو دعاءنا أن ينزل الله سبحانه وتعالى هذا النور في قلوبنا كرامة لسيدنا حارثة ابن سراقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نتعدى بهذا النور أزمتنا ومشكلتنا، وينور الله لنا الطريق ويسدد خطانا، ويجعل كل فعل نفعله إنما يكون من أجل خدمة الناس وعمارة الدنيا وتزكية النفس من خلال عبادة الله. إلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.